هرجع تاني لجوزيه جوميز، بس لازم اسالك على الكابتن حسام حسن. شكرا حسام حسن تقريبا من اول ما تولى المهمه هو لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ضغوطات وانتقادات وهجوم وحاجات كتير قوي. هو برضك حسام من الشخصيات المحترمه كويس، بس هو لازم يفصل حته ان هو مدرب نادي ومدرب منتخب. عظيم. يعني هو مدرب نادي عظيم عشان اللي عملته في الـ في الـ في الانديه، عشان في ناس حواليك وجماهير، انت كل مصر معاك. فدايما انا يعني انا اكتر داعم لحسام يعني، فانا بقول له دايما يعني انا ما كنت ماسك المنتخب ما كنتش انا المتحدث الرسمي باسم المنتخب. تقصد ما تتعاملش مع الاعلام خلاص. ليه؟ الاعلام شغلته ان هو اي حاجه يشبط فيها طبعا عشان يبقى عمل حاجه كويسه. صحيح. اي صحفي صحيح، وحقه يعني الصحفي حقه انه يدور طول الوقت على شغلته. طبعا شغلته كده. فانت ما تدوش بقى الفرصه وما تقولش يعني. انا لا اعتقد ان حسام قال ان مصر ما فيهاش لعيبه والدوري العام، لا حسام ما يقولش كده. حسام اذكى من كده، وحسام من اللعيبه اللي شقيت في الملعب وعارفه قيمتها وعارفه قيمه الكوره بالنسبه لها ايه. اصل في واحد يلعب كوره ومش عارف ان قيمه الكوره، هو من غير الكوره يعني قيمته بتقل او شعبيته بتقل او تسويقه بيقل. لكن حسام هو في الفتره بعد ما بطل كوره جه لعب معايا في نادي المصري ثم نادي الترسانه، كنت انا اللي بدرب، فكان بيبقى معايا دايما. حسام من النوع اللي بيقاتل، بيحب الكوره، بيعشق الكوره. ده حسام ده تلاقيه ماشي في الطرقه ورايح حط انه ماسك الكوره عادي ينطها. يعني بكلمك بجد والله بيموت في الكوره. وبعدين بيحب الكوره. يعني مثلا نقول هنشتغل فيتنس، هنشتغل مش عارف، لا هو عايز كوره، عايز يلعب، عايز هيتجنن ويقعد يتحدى وحراس المرمى ويشوط عليها. ويعني لا حسام هو بيشتغل معاك قبل كده، عشان دايما الكوز دي على الكابتن حسام انه كان بيبقى عايز يلعب احيان كتير وهو مصاب عادي. ده انا هقول لك حاجه. اتفضل. نخرج دقيقه واحده. اتفضل يا كابتن. انا كنت ماسك نادي الترسانه وهلاعب الالومنيوم في اسيوط، بترول اسيوط، اسف. بترول اسيوط. وحسام كان متعور. فانا قلت له تعالى يا عم غير جو وسافر معانا. خدته وركب معانا الطياره. بس هو بقى فاهم انه مش هيلعب. فاهم ان هو جاي رحله يعني اداريه يعني. وصلنا هناك قعدت بالليل لغايه الساعه 12 يلا ننام يلا. فضلنا في المباراه متعادلين 0-0. وهو قلت له احطك في السكور ان احنا ناقصين، واحنا جايين يا دوبك احنا 18 لعيب، 2 حراس مرمى و16. هنكمل العدد، انت مصاب بس هنكمل العدد، بس قاعد جنبي. قاعد جنبي، قاعد بيني وبينه كان غانم سلطان. رحت مش عارفين لو هم يجيبوا جول ولا احنا نجيب جول. جالنا فاول وكان كابتن جمال غندور الحكم. ورحت انا قايل لحارس المرمى اقع عشان حسام ناخد اجراءات تغيير. حسام قوم. كابتن قلت له قوم ما تفتحش بقك قوم. قال لي حاضر. الفاول جه بره ال 18 بثلاث اربع يردات. راح حسام نازل وراح حط الكرة والحارس لسه، وانا قاعد بقول له سخن يعني. قام بقى الحارس وراح حسام حاطط الكرة، الحيطه وقفت. كابتن جمال غندور قال له صفر يشوط. راح حاطط صباعه الكبير في كوره لف الجول. قعدنا في الدوري وهو مصاب. وقعدنا او كان مصاب وعنده الضمه. وانت كمان كمدرب انا خدت مخاطره جدا. وانا بقى مع ثقه. انت ثقه وانا عارف امكانياته الحتت دي بتاعته. عن الاماكن اللي على طرف ال 18 دي بتاعت حسام. وراح حسام حط صباعه الكبير في الكوره لفت جول. فقعدت في الدوري بالجول. قعدنا في الدوري بالجول بالهدف ده. وهو نازل مصاب. فحسام قال لك يا كابتن انا مش هقدر العب ومش هينفع ومش هينفع. بيعشق الكوره. لا 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 لا. حسام الناس شافاه. بص حسام طيب جدا. الناس شايفاه عصبي. بيحب المكسب. خلاص ده دي صفات. وفي ناس بتحب كده. صحيح. هو بقى بيحب يكسب ما بيحبش الخساره. عصبي. بس بعد دقيقه بتلاقيه رجع لحالته يعني ما فيش مشكله. لكن انا نفسي ان هو حسام يعني ارجو ان يكون يعني سمين. يجيب حد يعين محدث باسم المنتخب
يكون بيعرف يتكلم، وهو يقول له كل اللي عايزه حسام يقوله. صح، يعني كل صح. اللي محتاجه فكره هو معاه اوريدي في المنتخب مسؤول اعلامي محترم جدا زميلنا محمد مراد، من الناس المحترمه المتحدثين الجيدين والاذكياء جدا. يديله الفرصه، يديله الفرصه بالظبط، يديله الفرصه ويدعمه. اه يعني يدعمه، هتلاقي المنتخب فيه استقرار. اه الحاجه الثانيه، احنا مش عايزين نقول كل شويه ان احنا اللعيبه المحترفين اللي بره زعلانه. اللعيبه المحترفين انا مش انا ما باجي باجي عشان مصر، ما بجيش عشان حسام، وما بلعب بلعب عشان مصر مش عشان حسام. لو في خلاف بينك وبين كابتن حسام اقعد معاه واتكلم معاه، لان حسام لعيب كوره ولعيب على مستوى عالي، وكان سبب اساسي وصول مصر كاس العالم، مباراه الجزائر، وصول دماغ حسام وصلت مصر كاس العالم. فاحنا دايما زي ما احنا بننتقد واحد لازم كمان بنديله حقه في طبعا. يعني فحسام من اللعيبه كويسه اللي ادت بشكل كويس، وكان تاريخه مشرف في الكوره، ولغايه دلوقتي تاريخه مشرف. ان شاء الله ربنا يعني يوفقه في الفتره الجايه.